في يوم 6 أغسطس عام 1945 في مدينة هيروشيما اليابانية قبل نهاية الحرب العالمية، كان يبدو يوما طبيعي كغيره من سائر الأيام، ولم يكن يعلم أحد أن هذا اليوم سيكون يوم كارثي على اليابانيون. البداية كانت عندما اكتشف رادار الإنذار الياباني اقتراب بعض الطائرات الأمريكية من الجزء الجنوبي الياباني، وتم تنبيه البلاد من بينها مدينة هيروشيما. فقرابة الساعة 8 صباحا حدد رادار في مدينة هيروشيما اليابانية عدد الطائرات القادمة بأنه لا يتعدى 3 طائرات. قرر اليابانيون لعدم الاعتراض لهذه الطائرات. حذرت الإذاعة الناس أنه قد يكون من المستحسن الذهاب إلى الملاجئ لتحميهم من الغارات الجوية إذا شاهدوا الطائرات تقترب، وطبعا لم يتوقعوا حدوث أي غارات لأنهم اعتقدوا أن الطائرات في رحلة استطلاعية فقط. اقتربت طائرة أمريكية وبدأت تحلق في سماء مدينة هيروشيما. ربما البعض من السكان قد لاحظ وجود طائرة ولكن لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية، وحتى لو كانت طائرة أمريكية قد يعتبر أمر طبيعي لأنه كان الاعتقاد في تلك الأثناء ماذا ستفعل طائرة واحدة بمدينة كبيرة كهيروشيما، لأنه في الحروب في ذلك الوقت كانت تخفض مجموعة من الطائرات للقصف أو الهجوم، ووجود طائرة واحدة في السماء فيعني أمر طبيعي جدا، ولم يكن يعلم أي أحد بالعالم بوجود قنبلة بهذه القوة تحملها هذه الطائرة. بحوالي الساعة 8 صباحا ألقي على هيروشيما القنبلة التي يبلغ طولها 3 أمتار والتي سميت بقنبلة الولد الصغير، وكانت هذه أول قنبلة ذرية يعرفها العالم. ويعود سبب إلقاء أمريكا القنبلة على هيروشيما بالتحديد في البداية كانت تتمتع المدينة ببعض الأهمية الصناعية والعسكرية، ويتواجد فيها عدد من معسكرات الجيش وأيضا بعض المقرات للجيش المسؤول عن الدفاع في جميع الأجزاء الجنوبية في اليابان. وكانت المدينة مركزا للاتصالات ومنطقة تجمع للقوات. رغم كل هذا إلا أن اليابان لم تكن تتوقع بقصف هيروشيما، فعندما سقطت القنبلة وانفجرت شاهد سكان المدن المجاورة ظهور ضوء رهيب كضوء الشمس. وجود ضوء إلى جانب ضوء النهار أضاء مدينة هيروشيما بأكملها. من لحظة انفجار القنبلة اللعينة قتلت ما يقارب أكثر من 60,000 شخص، 60,000 شخص خلال ثواني فقط، والبعض للأسف تبخر خلال ثواني ولم يبق له أي أثر من شدة قوة القنبلة. وبعد مرور ثواني أتبعه انفجار رهيب جدا مسح الأبنية عن وجه الأرض، وحتى الأبنية التي تبعد عن الانفجار 2 كيلومتر تهدمت وأصبحت على الأرض. هل أنت متخيل أن الأبنية التي تبعد عن القنبلة 16 كيلومتر تضررت، ولدرجة أنه شعر بالقنبلة السكان الذين يبعدون عن وقوع القنبلة 60 كيلومتر. كل هذه الكوارث حصلت بثواني. بعد مرور دقائق معدودة بدأت الناس التي نجت من القنبلة تخرج من تحت الأنقاض لتعرف ماذا حصل، وكأنه حلم لأن سكان المدينة لم يكن يعلموا ما الذي حدث، ولا حتى اليابان بأكملها لا تعلم ماذا حصل. فبدأوا السكان يخرجوا من تحت الأنقاض بظنهم أنهم نجوا من الموت، ولكن الكارثة الأكبر ما بعد انفجار القنبلة. وقسم من السكان خرجوا من تحت الأنقاض يركضوا ويبحثوا عن بورك ماء أو أنهار أو خزانات مياه ليطفئوا اللهيب من أجسامهم، لأنه كانت المنطقة تزدحم بمجموعة كبيرة من البيوت الخشبية الصغيرة، وأيضا بعض المباني الصناعية كانت تحتوي على عدد كبير من الإطارات الخشبية، وبالتالي فإن المدينة بأكملها سريعة التأثر بالنيران، فأدى ذلك إلى إشعال النيران بالمدينة بأكملها مما زاد الأمر سوءا، وتأثر السكان بحروق بالغة جدا. فبدأت الناس تخرج من تحت الأنقاض كأنهم أشباح ويركضون ولا يعرفون إلى أين. كل شخص يبحث عن مساعدة، يبحث عن منقذ، ولكن للأسف منقذ من ومساعدة من؟ كل شخص لا يهمه إلا نفسه. لكن بعد مرور دقائق بدأت تتساقط الأمطار على المدينة. البعض من السكان شعر بالسعادة في البداية بظنه أنه المطر سيخفف من الحروق والإصابات، لكن الغريب كانت هذه الأمطار أمطار سوداء، ويعود سبب لونها الأسود بسبب الدخان والرماد والإشعاع الموجود في الجو من تأثير القنبلة. فالغريب أن هذه الأمطار بدأت تسبب لبعض حروق وإصابات. فهنا سكان المدينة عندما قطعوا الأمل من البقاء حاليا في المدينة بسبب الدخان والحرائق والأمطار والروائح بدأوا يخرجوا إلى الجبال وإلى التلال. أما بالنسبة للشعب الياباني والحكومة اليابانية في الخارج لا يعلمون ماذا حصل في داخل هيروشيما، لأنه انقطعت الاتصالات والخطوط الإذاعية والاتصالات العسكرية وأيضا السكك الحديدية تدمرت، انعدمت الحياة كليا خلال ثواني. هنا كلفت الحكومة الصينية مجموعة من هيئة الأركان العامة اليابانية لكي تغادر على الفور إلى هيروشيما لكي يستكشفوا المنطقة ويعودوا إلى طوكيو ومعهم معلومات موثوق بها للحكومة. فكان هناك شعور عام في المقر بأنه لم يحدث شيئا خطير وأن الانفجار لا يعد سوى شائعة سخيفة. هم يعلمون أنه لا يوجد أي غارات من قبل العدو ولا يوجد أي مخزون من المتفجرات في مدينة هيروشيما. توجه أحد الضباط إلى المطار وأقلعت الطائرة متجهة إلى هيروشيما،
وقبل الوصول إلى هيروشيما بحوالي 160 كيلومتر، رأى الطيار شيء غريب، سحابة كبيرة من الدخان، وأن مدينة هيروشيما مدمرة بالكامل، وما تبقى من المدينة لا يزال مشتعلا. بدأ يحلق فوق المدينة وكان في حالة عدم التصديق. كان هناك قطعة كبيرة من الأرض لا تزال مشتعلة، تغطيها سحابة كبيرة من الدخان. فهنا وصل الخبر إلى الحكومة اليابانية، مدينة هيروشيما تدمرت بالكامل بقنبلة واحدة والحرائق منتشرة بكل مكان. هنا ازدادت الحيرة لدى الحكومة اليابانية، مدينة تدمرت بقنبلة واحدة، لا يزال الأمر إلى الآن مجهول ولم يعرف أي أحد ماذا حصل بالضبط. إلى أن خرج رئيس أمريكا في تلك الأثناء هاري ترومان وأعلن أنه تم قصف مدينة هيروشيما بأول قنبلة ذرية. هنا عرف اليابانيون ما الذي جرى في مدينة هيروشيما. رغم كل الذي حصل كانت اليابان لا تزال متمسكة ولم تستسلم. بعد مرور ساعات على هيروشيما بدأت الناس تعود من الجبال والتلال إلى المدينة بعد هدوء الأوضاع. بدأت الناس تعود لتبحث عن أهلها وأقاربها والذهاب إلى المشافي إن كان قد بقي مشافي بعد الكارثة. فكان يوجد مستشفى واحدة نجت من الدمار، لم تنجو كليا، كانت تحتوي على بعض الدمار لكن قسم كبير منها جيدا نوعا ما، وبدأت تستقبل المصابين. البعض من السكان بسبب الهلع والخوف لم يلاحظ على جسده وجود بثور غريبة ومنتشرة بكامل الجسم، وآخرين أيضا لاحظ الأطباء وجود نزيف في اللثة. والغريب بعد مرور ساعات قليلة على المصابين بهذه الأعراض كانوا يموتون دون أن يعرف الأطباء ماذا يحصل. والمفروض أن هؤلاء الناس نجوا من القنبلة، لكن كيف يموتون فجأة؟ وليس هذا فقط، بعد مرور ساعات أيضا بدأت تظهر أعراض أخرى على السكان، وجود بقع زرقاء بكامل الجسم، وبعضهم بدأ يتساقط شعر رأسه، والبعض الآخر يصاب بالسرطان. فكان كل من يظهر عليه هذه الأعراض يموت بعد ساعات قليلة. هنا بدأت الناس تشعر بالقلق والخوف من أن تظهر عليهم هذه الأعراض ويموتوا بعد ساعات. وهنا بعض الأطباء ظن أنه ما ألقي على هيروشيما قنبلة جرثومية، لأنه إلى الآن كل من بداخل مدينة هيروشيما لا يعرف ماذا حصل ولا يعرف أنه ألقي عليهم قنبلة ذرية، وكل ما يحصل مع السكان من أعراض هو بسبب الإشعاع من القنبلة. فاستمر الوضع إلى ما هو عليه حتى وقعت الكارثة الأخرى، قصف مدينة ناكازاكي بقنبلة ذرية أخرى. تكررت مأساة هيروشيما في مدينة ناكازاكي. كانت الضربة الثانية كرسالة من أمريكا إلى اليابان، لا يوجد أمامكم إلا حلين لا ثالث لهما، إما الاستسلام أو نمحي دولة الصين عن الوجود. هنا كان لابد من حكومة الصين أن تتحرك. ففي 15 أغسطس أعلن الإمبراطور الياباني خطاب الاستسلام، والذي يتضمن: يملك العدو سلاحا جديدا ومريب، يستطيع حصد العديد من الأرواح المريئة، وتدمر قسم كبير من البلاد، فإذا استكملنا القتال سيؤدي ذلك إلى القضاء على اليابانيين والحضارة الإنسانية ككل، وبالتالي كيف لنا أن نحمي ملايين المواطنين من الموت المحتوم؟ لذلك فقد قمنا بإعلان استسلامنا. فهنا تكون انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان. وعندما ألقى الإمبراطور الخطاب وأعلن الاستسلام كان قسم كبير من اليابانيون يبكون بحسرة. كانوا يتمنون أنه لو تم إعلان الاستسلام قبل فاجعة هيروشيما وناكازاكي.